يقول إذا كان بعض الكتاب أو بعض من يدعو الإسلام عليهم بدعة عقدية فقام بعضهم بالتنبيه عليها فثبطه آخر وقالوا إن هذا يسبب ضعف الإسلام وضعف تكاتف المسلمين ضد الكفرة والأولى ترك هذه البدع لأنها لا تؤثر في قوة الكفرة. هذا كلام باطل، لا بد من أن يكون الداعية مستقيما في نفسه، قدوة، يكون قدوة صالحة في نفسه. أما إذا دعا إلى الله غير قدوة وعنده بدع وعنده محدثات فهذا أمر لا يجوز، لا بد أنه يكون في الأول. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هو سيحذر من البدع ولا ما يكون داعي؟ إذا كان يسكت عن البدع ولا يحذر منها فإنه لا يكون داعي ولا يحذر منها وهو يعملها، لا بد أن يتجنبها أولا لله عز وجل ثم يدعو إلى الله.